اسمك ايه؟ حمد عوض محمد. لا انسى حمدي ده خالص، انت دلوقتي انتوني. انطونيو. انت مين؟ انطونيو. عارف انطونيو؟ اه. بتاع ايه ده؟ بتاع ها؟ نسيته. افتكر. مش فاكر. مش فاكر؟ طيب حلو قوي. اللي انت مش فاكره قول لي وانا افكره. انطونيو ده كان واحد من كبار تجار الخردة في روما. ربنا كرمه بعد ما فتح روما جه هنا ويقابل كليوباترا، عارف كليوباترا طبعا؟ اه. طيب انت جاي لها من روما مشوار بعيد. اه. سفينتين خرده ونازل بيهم على العتبه وطالع عينك يعني وبتشقى. على ما وصلت وكلت البلح وكده، رحت هناك حضرتك؟ عارف طبعا الوكاله. اه. فمشوار كبير. فبعت الحراس يبعتوها. فانت بتكلم نفسك، تمثل كده طول ما انت ماشي. مالك؟ أنا أنطونيو، لماذا؟ ملك الخردة، أنطونيو. ده راجل برنس ومعروف في كل المحلات. يعني روح أي فرح وسع يا عم وأنطونيو يعني تجار الخردة وكده بيعملوا له هالة. عارف حضرتك كده ولا لأ؟ رحت الإفراح؟ أه رحت. ده راجل له صيت، متصيد جامد. أنا أنطونيو، لماذا تيجي كليوباترا؟ أنطونيو بيحب كليوباترا، كليوباترا بتحب أنطونيو. توجد كليوباترا. أنا أنطونيو ملك الخردة. يا ترى؟ لا ترى. أين ذهبت كليوباترا؟ أين ذهبت كليوباترا؟ وأين ذهب القمر؟ وأين ذهب القمر؟ وأين ذهب الليل؟ وأين ذهب الليل؟ وكيف طلع الفجر؟ وكيف طلع الفجر؟ ولماذا العصفور قال صو صو صو؟ ولماذا العصفور قال صو صو صو؟ يلا قول بقى حفظت؟ أنا عايز كل ده وتقول ابتدي أعمص. أنا أنطونيو، لماذا ذهبت كليوباترا؟ أنا أحب كليوباترا. أنا كليوباترا تحبني. أنا أنطونيو ملك الخردة. لماذا ذهب القمر؟ أنا أحب كليوباترا. كليوباترا تحبني. أنا ملك الخردة. لماذا ذهب الليل وطلع الفجر؟ أنا أحب كليوباترا وكليوباترا تحبني. ليه العصفور ما صوصوش؟ ليه العصفور صوصوش؟ أنا بسألك، أنت نسيت ليه العصفور؟ امسك إيديها يا أستاذ، امسك إيديها الاثنين. اديله إيديك يا أستاذي. ماذا ذهبت؟ أنا أنطونيو أحبك. ما تبصش في عينيها عشان ما تنساش الكلمتين اللي محفظينهم لك بقالنا ثلاث سنين. يا استاذه كليوباترا. نعم. لا يعني ده انطونيو مش حملك. اتفضل يا استاذه. الكلمتين دول لازم يبقوا بالايطالي. عارف ايطالي ولا اقول لك؟ تيامو كليوباترا. يلا اتفضل. تيامو. تيامو كليوباترا. ليلولي كاراكاتسا. قول كلهم تاني. كليوباترا في انطونيو ماري كليوباترا. تيامو. تيامو. تيامو كليوباترا. تيامو كليوباترا. بير لا فيريتا. بير لا فيريتا. ليلولي كادولا كي توكا لا كولا. مي بياش مورت. بياش مورت. او فوليا دي سبيتال. فارتي كيسوا. فاتشامو على رومانا ونبغي الصورة. فاتشامو على رومانا. سيبيه وامشي بقى حضرتك. يلا انت بقيتش فاهم حاجه، وده احساس طبيعي لان كل اللي هيتفرج على المشهد ده برضه هيبقى نفس الاحساس. اختم وابتدي يقول لماذا ذهبت كليوباترا. كل ده هيبقى ايه في الفلاش باك والكرين مع الميديم تول اكس 1 وكله والاكس لارج كله. لماذا ذهبت كليوباترا؟ لماذا انا احب كليوباترا؟ لماذا ذهبت كليوباترا؟ انا انطونيو. لماذا ذهبت كليوباترا؟ انا كليوباترا. لماذا ذهب القمر وطلع الليل طلع الفجر صو صو.